السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر قناة فوت ترونتيا، القناة التي تهتم بشؤون المنتخب الوطني الجزائري وبأخبار محترفينا إضافة إلى الأخبار المحلية والدولية وكذلك المواضيع التاريخية. وقبل الدخول في موضوع اليوم، نطلب من أولئك الذين لم ينضموا إلى قناتنا، وهذا بتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل ما هو جديد من قناتنا قناة فوت ترونتيا. موضوع اليوم سنخصصه للقاء المقبل الذي سيخوضه المنتخب الوطني الجزائري في 26 مارس المقبل أمام المنتخب الكاميروني في ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر. لكن وإلى حد الآن لم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مكان إقامة المباراة، لكن حتى وإن كان الكثير بل الصحف الكاميرونية لمحت، وبل هناك من أكدت هذه الصحف أن اللقاء سيحتضنه ملعب جابوما بمدينة الدوالة الكاميرونية، على اعتبار أن هذا الملعب يعتبر نحس للمنتخب الوطني الجزائري، وهو الذي استعصى على زملاء رياض محرز تحقيق الفوز في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، حيث تعادل الخضر في مباراتهم الأولى أمام منتخب سيراليون بدون أهداف، وفي المواجهة الثانية والثالثة سقط الخضر أمام كل من غينيا الاستوائية بهدف مقابل صفر، وأمام فيلة كوت ديفوار بثلاثية لواحد عجلت ببطل إفريقيا بالعودة إلى الديار مبكراً. وقبل هذه المواجهة يستوجب على الناخب الوطني تفادي بعض النقاط التي قد تضع المنتخب الجزائري في موقع حرج في لقاء الذهاب. وأول نقطة تتمثل في تلك التصريحات النارية الذي وصل الناخب الوطني إطلاقها تجاه التحكيم الإفريقي. فكما يعلم الجميع، انتقد مدرب المنتخب الوطني الجزائري جمال بالماضي في العديد من تصريحات التحكيم الإفريقي وطريقة تسيير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هذا الملف، ما جعل منتخب الجزائر مستهدفا من طرف الحكام بسبب مصادر من الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وعليه يجب على جمال بالماضي تفادي الدخول في صراع جديد مع الاتحاد الإفريقي والحكام قبل موقعة الكاميرون، والتركيز على الأمور الفنية لتصحيح وضعية المنتخب الوطني الجزائري، وبالتالي تمهيد الطريق إلى التأهل إلى مونديال قطر، وهو المونديال الذي يبقى حلم كل الجزائريين لرؤية الراية الوطنية ترفرف في سماء ملاعب قطر نهاية السنة الجارية. نقطة ثانية استوجب على المدرب الوطني جمال بالماضي تفاديها، وتتمثل هذه النقطة في شكوى المنتخب الوطني من الملعب والمناخ والظروف، ارتبطت مشاركة منتخب الوطني الجزائري في كأس أمم إفريقيا الأخيرة كما يعلم الجميع بشكوى جمال بالماضي ولا واللاعبين أو حتى مسؤولية الاتحاد الجزائري لكرة القدم من ظروف الإقامة وأرضية الملعب والمناخ، إلى درجة أنها تحولت إلى حديث يومي لدى الجماهير الجزائرية أيضا. وسيكون عليه جمال بالماضي ولاعبوه مطالبين بتفادي الوقوع في هذا الخطأ الذي تسبب في تشتيت تركيزهم خلال كأس أمم إفريقيا الأخيرة، لكون مواجهة الكاميرون في الدور الفاصل لا تقبل أي خطأ، وتحتاج لتركيز الجميع على ما يجري في المستطيل الأخضر فقط، خاصة وأن زملاء رياض محرز قد صاروا على دراية بظروف الملعب في الكاميرون. فلا يهم إن لعبت المباراة بملعب جابوما أو بملعب آخر، المهم أن يتفادى الخضر الخسارة في لقاء الذهاب. نقطة أخرى يجب على المدرب جمال بالماضي تفاديها كذلك، وتتمثل في الانشغال بالاحتجاج على الحكم خلال المباراة. وقد بلغ العديد من لاعبي المنتخب الوطني الجزائري كما يعلم الكثير من الجماهير الجزائرية خلال كأس أمم إفريقيا الأخيرة في الاحتجاج على الحكام، ولعل أبرزهم لاعب فريق السد القطري بغداد بونجاح، مما أسهم في تراجع مستوى
مستويات هذا اللاعب، والأمر ذاته ينطبق على جمال بن العمري ورامي بن سبعيني، حتى إن كان هذا الآخر ينشط في نادي أوروبي كبير اسمه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، إلا أن تصرفات هذا اللاعب في كأس أمم إفريقيا لا تليق بمقام هذا اللاعب الذي يلعب لأحسن الأندية الألمانية. وعليه يحتاج بالماضي للتركيز على هذه الناحية لتفادي أي مفاجأة غير سارة في لقاء الفصل من أجل بلوغ المونديال، نظرا لأن عمل الكواليس قد يكون حاضرا بقوة، ولذلك سيكون زملاء بونجاح مطالبين بتفادي الاحتجاجات التي قد تتسبب في حصولهم على إنذارات أو عقوبات قد تكلف المنتخب الوطني الجزائري غاليا في مباراة العودة التي ستقام كما يعلم الجميع يوم 29 مارس المقبل بملعب الشهيد مصطفى التشاكر. نقطة أخرى كذلك توجب على الناخب الوطني جمال بالماضي تفاديها، وتتمثل هذه النقطة في التأثر بمخلفات خيبة كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون، وحيث يعاني لاعب المنتخب الوطني الجزائري إلى حد الآن من مخلفات الخروج المبكر من العرس القاري وخسارة التاج الإفريقي وسلسلة اللاهزمة التي توقفت عند حدود 35 مباراة على التوالي، مما يعني أن هناك عملا نفسيا كبيرا ينتظر المدرب جمال بالماضي لرفع معنويات أشباله الذين سيكونون مطالبين بطي صفحة الإخفاق القاري، وبالتالي التركيز على ما ينتظرهم في الدور الفاصل أمام المنتخب الكاميروني إن أرادوا حقا تجاوز تلك الخيبة وبالتالي التأهل إلى كأس العالم، وذلك لفتح صفحة جديدة بعد أن توقفت سلسلة النجاح الأولى في الكاميرون بعد أكثر من 3 سنوات دون خسارة. كذلك نقطة أخرى يستوجب على المدرب الوطني كذلك التفطن إليها، وهي نقطة تقنية، وتمثل ذلك في الوجه الشاحب الذي ظهر به اللاعبون خلال كأس أمم إفريقيا، حيث يستوجب على الناخب الوطني إيجاد الدواء للداء الذي ألم بالتشكيلة الوطنية في الكاميرون، وهذا في جميع النواحي، الخط الهجومي كذلك يعاني عقب كبير، وكذلك في خط الوسط حيث لوحظ عدم التوازن بين خطي الدفاع والهجوم، وعلى ذكر الدفاع يعاني الخضر كذلك من خلل كبير مما جعل شباك الحارس المنتخب الجزائري تهتز خلال كأس أمم إفريقيا 4 مرات، وهو ما لم يحدث من قبل. تلكم هي أهم النقاط التي أرأيت أن نتوقف عندها في هذا الموضوع، وأتمنى أن أكون قد وفقت إلى أبعد حد، وإلى أن نلتقي في موضوع آخر. هو كريم ماضي يحييكم تحية حارة متمنيا للجميع دوام الصحة والهناء وخير الكلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.